إذا برنامج الملكة، هذا البرنامج الذي يهدف إلى جذب المبادرات الاجتماعية عبر مختلف مناطق الوطن العربي. الجزائر شهدت هذا الموسم مشاركات عديدة، البارح كنا استقبلنا خولة، اليوم أيضا تحضر معنا إيناس بورويس من ولاية المسيلة. هكا إيناس، صباح الخير ومرحبا. صباح النور، صباح الخير على كامل مشاهدينا الأعزاء. إذا إيناس بورويس شاركت بطفلك، مشروعك في لا. برنامج الملكة، لا. المرافقة المدرسية، عفوا، البارحة يعني تاع خولة، هي كانت بطفلك مشروعك وأنت مبادرة المرافقة المدرسية والأسرية والكوتشينج ومهارات التفوق الدراسي بالذكاءات المتعددة والجودة الشاملة للحد من العديد من الظواهر. لليوم اكتسحت المجال المدرسي والمحيط الأسري في الجزائر وممكن في الدول العربية الأخرى. ما شاء الله، يعني تام كما يقولوا لا كونسبت، جميل جدا. تحت شعار رافقني ولا تهملني. رافقني ولا تهملني. يلا حكينا إيناس على الفكرة تاعك، هل مبنية على إنشاء مركز أم على تقنية خاصة تعمم في الأسر الجزائرية والمدارس يعني المؤسسات التربوية؟ نعم، بما أني مختصة في علم الاجتماع ومدربة كوتش دولي في المرافقة المدرسية والأسرية والتخطيط الاستراتيجي والبرمجة العصبية، مبادرة المرافقة المدرسية إن شاء الله هذه دبلوماسية مش حل. نعم. في عمرك يعني 24 الله يبارك، 24 سنة يعني عندك كل هذه الشهادات وتحدي، يعني تحدي جميل جدا، وحتى التحدي الأكبر راح يكون في برنامج إن شاء الله. المبادرة هي تهدف إلى إنشاء مركز للمرافقة. المركز هذا نتمنى أن يكون أو يمشي بالتوازي مع الهيئات المعنية بالأمر مثل وزارة التربية الوطنية ووزارة التضامن الاجتماعي وحتى وزارة العدل، لما لا، لما شهدوا اليوم من الأحداث اللي داخل السجون اللي فقدوا الدافعية للدخول في الحياة الاجتماعية مرة أخرى، إدماجهم. نعم، وأيضا نتمنى من خلال هذه المبادرة تعميم برنامج المرافقة داخل المنهاج التربوي المدرسي جميل. كعملية من عمليات التربوية داخل المدرسة. وهذا هذه المبادرة يعني هل لقات دعم من طرف شخصيات معروفة في الجزائر؟ منذ دخولي لبرنامج الملكة والمشاركة طبعا فيه، يعني برنامج الملكة له دور كبير في تعريف بالمبادرة ودعمها من طرف كبار الإعلاميين سواء في الجزائر أو خارج الجزائر في الوطن العربي، والممثلين، الفنانين، حتى شريحة المجتمع البسيطة من أسر، من حتى التلاميذ تفاعلوا مع هذه المبادرة، يعني لقات استحسان كبير ودعم كبير في المحيط. بخصوص أنه فيها مشاركات جزائريات أخريات معك في البرنامج، يعني كيفاش، هل فيها دعم ولا يعني كولابوراسيون تعاون فيما بينتكم في المرحلة النهائية من هذه المسابقة؟ المرحلة النهائية هي كباقي المراحل مرحلة تنافسية بالدرجة الأولى ذات طابع موضوعي ودقيق يعتمد على الانتقاء الأمثل لمجموع المبادرات، يعني هذا لا نقول أن المبادرات السابقة المشاركة من أول مرحلة هم مبادرات يعني غير مفيدة، وإنما كلها مبادرات تهدف إلى خدمة المجتمع المدني، وعلى هذا الأساس تم اختيارها في برنامج الملكة. لكن نحن الآن في مرحلة التتويج أو الدخول إلى الكرسي الملكي، هي مرحلة أيضا تنافسية تعتمد على إثبات الوجود أو إثبات المبادرة على أرض الواقع وتفعيلها. اليوم تنافس بين من؟ تنافس بين 21 مشتركة من بين يعني مختلف. الجزائر عندنا ثلاثة مشتركة. عندنا اثنان أنا وواحدة، وعندنا من مصر، من تونس، من ليبيا، من لبنان، من سوريا، مختلف الدول العربية الشقيقة. إن شاء الله يا رب يكون دعم. في الختام الكلمة اللي توجهها للجمهور والناس اللي حابين يدعموا هذا المشروع. أولا قبل أن أتوجه لداعمي المشروع، أتوجه لداعمي المبادرة اللي هما الأولين رفعونا من المستوى ونتاعنا سواء مجتمعي أو ثقافي، أو برنامج الملكة الدكتور مصطفى سلامة والدكتورة رحاب زين الدين سفيرة المرأة العربية. نوجه لهم كل الشكر والتقدير على هذا الصرح العظيم. وأتوجه أيضا بالكلمة إلى كافة الهيئات المعنية بالأمر للتعاون أو حتى يعني وضع هذه المبادرة في عين حسبان، منها وزارة التربية
أول هيئة معنية ووزارة التضامن وحتى وزارة الداخلية ووزارة العدل، لما لا، إن شاء الله تكون مبادرة معممة على 48 ولاية ليس فقط بالمسيلة، وإن شاء الله تكون لجان مختصة في المرافقة، هذا ما نطمح إليه وهذا ما يحتاجه الطفل والأسرة والمدرسة الجزائرية اليوم. وشكرا لكم على حسن الضيافة. شكرا لك على حضورك إيناس بورويس، نتمنى لك كل التوفيق في هذه المبادرة، وإن شاء الله جزائرية تكون متوجة على عرش الملكة. مشاهدينا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام البرنامج، فقط ردا على اعوجاج السكة الحديدية، السكة صار فيها اعوجاج بعد ارتفاع درجات الحرارة إلى 60 درجة وليس لسوء عمل المهندسين، كان توضيح من أحد المهندسين مباشرة. إذا مشاهدينا نشكركم على حسن الإضاءة على متابعتكم لنا من الصباح وإلى غير